ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار يؤكد أن أي قرار أحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، ردا على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. وطرحت مصر مشروع القرار أمس، ويمكن للمجلس التصويت عليه اعتبارا من الاثنين. ويشدد مشروع القرار على أن القدس مسألة يجب حلها عبر المفاوضات، ويعبر عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس دون الإشارة تحديدا إلى خطوة ترامب. ويؤكد مشروع القرار أيضا أن أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديمغرافية للقدس ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها. وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع القرار، فيما يرتقب أن تؤيد كل الدول الأعضاء 14 الأخرى النص.